السلام عليكم. في محاضرة اليوم إن شاء الله هنطبق ديمو كامل عن استخدام الجيت هاب كوبايلوت مع السبرينج بوت أبليكيشن، ونحاول نشوف إزاي يقدر يساعدنا مع الديفرنت كومبوننتس أو مكونات السبرينج بوت أبليكيشن بشكل عام. هنفتح الانتري جي عادي جدا ونشوف إيه الأجزاء اللي ممكن يساعدنا فيها، مثلا زي البوم فايل ده اكس ام ال فايل، فممكن أقدر كمان في البوم فايل أكتب كومنت عادي زي كده. طبعا الكومنت في الانتري جي في الاكس ام ال فايل بتبقى كده شكلها ده الستايل، وباجي اقول له اد اتش 2 مثلا ايه داتابيز ديبندنسي وادي له انتر كده، فالمفروض ان هو بيديني كده. كمان محتاج ازود زي مثلا اد السبرينج داتا مثلا جي بي داتا، ادي له انتر كده وراح كمان اداني السبرينج داتا ديبندنسي، فبقى عندي بالمنظر ده. فانا قدرت استخدمه في الديبندنسي زي كده. وكمان ممكن يعني بطريقه تانية ان انا ممكن اقول له انا ما اعرفش ايه هما الديبندنسي اللي محتاجها، فاجي بقول له اد اول ديبندنسيز ماشي فور مثلا اتش 2 ديتريز مثلا، فلاقي مثلا هيبدا بقى يديني كل الديبندنسيز اللي انا محتاجها كده، كل ما اعمل انتر هيقول لي انت محتاج دي كمان وهكذا. فلاقي ان هو كمان بيساعدني في الريكومنديشن، يقول لي كل دول انت محتاجهم عشان المشروع بتاعك. فكمان انا لو مش عارف ايه هم الديبندنسيز اللي محتاجها، مجرد ما بكتب ضيف لي كل الديبندنسيز المطلوبه هو اوتوماتيك بيضيف لي الديبندنسيز. محتاج مثلا ماي سيكول كونكتور، محتاج اوراكل داتابيس كونكشنز، كل ده مجرد ما اكتب له بس هو يديني ريكومنديشن كمان، بيقول لي انت عايز تكتب كذا ولا لا، حتى بيساعدني في التفكير. طيب تعالى نشوف كمان الكوبايلوت ممكن يساعدنا ازاي في بناء الانتيتيز والريبوزيتوريز والسيرفيسز والكنترولر في داخل السبرينج بوت ابلكيشن. هنحاول قد ما نقدر ان احنا ما نستخدمش كود تماما في بناء الاوبجكتس والكومبوننتس الخاصه بالمشروع. تعالى نقول مثلا في حاجه زي الكاستمر انتيتي، بنقول له جنريت ان انتيتي كلاس مثلا. الانتيتي كلاس ده فور مثلا وذ limbook annotations with مثلا ايه limbook and table and validation annotation for this ال for the customer entity. شو هيعمل ايه؟ فجأة عمل import ال data ال entity الكاستمر تيبل وبني لي كلاس زي كده. طيب انا ما عملتش حاجه، كل اللي انا عملته بس ان انا عملت ايه، عملت الانتيتي وعمل امبورت للداتا زي كده. لو احتاجت نعمل فاليديشن كمان ممكن اقول له ايه اضيف لي الفاليديشن كمان. تمام طيب كده خلصنا بسرعه الانتيتي، عمل لي الفيرست نيم لاست نيم الكلام ده كله، وعمل لي الداتا والسيتر والجيتر وكمان الاون ابديت اون ابديت اون كريت. نفس الكلام لو جينا على الريبوزيتوري ونيجي نقول له جريت الريبوزيتوري للكلاس اللي هو الكاستمر انتيتي ده تمام وذ الفاليديشن، خلاص مش محتاج ده بس اعمل لي كريت الجي بي اي وذ جي بي اي ريبوزيتوري، راح اعمل امبورت للديبندنسيز المطلوبه وعمل الريبوزيتوري وكمان تمام. ممكن كمان نخليه نقول له نعمل لي مثلا كريت ميثود، نشيل لي ميثود ماشي to find all to find all customer by email مثلا، راح ايه المفروض ان هو يبدا يجريت لي الكود زي كده. محتاجين مثلا ايه delete مثلا delete all customer by email مثلا، راح جاب لي كده وبالتالي انشأني الميثود الخاصه ب الريبوزيتوري انترفيس. نيجي عند السيرفيس نفس الكلام، قلت له جريت سيرفيس كلاس اللي اسمها كاستمر سيرفيس للانتيتي سيرفيس. تعال نشوف يعمل ايه. نفس الكلام يروح طبعا ايه، طبعا الانترنت لو عندك لو سريع كان الموضوع يبقى اسرع من كده، انا عندي مشكله بس في الانترنت. ادي السيرفيس وراح عمل بيلد للسيرفيس كده، كمان حتى السيرفيس كلها اتبنت. هنشوف السيرفيس فيها ايه، فيها
مثلا عمل الاوتوبار للكاستمر ريبوزيتوري، سواء عمل سيف وديليت وفايند فايند اول كده. كمان السيرفيس اتعملت بدون ما اكتب سطر كود. نرجع كمان كده، فاضل الكنترولر نفس الكلام. كنترولر قلت له جنريت ريست كنترولر مثلا، ريست كنترولر اليمين كنترولر كلاس، وده اسمه ريست كنترولر لكل خدمات او كل الكاستمر سيرفيس. راح عمل اوتواير برضه نفس الكلام، عمل الليست ادي ريست كنترولر وجاب الماب وبدأ بنى لي الريست كنترولر. نفس الكلام فتحنا الريست كنترولر هنلاقي ان هو ايه عمل لي فيه كل الكونفيجريشن المطلوبة بالمنظر ده. فبالتالي كل اللي انا عامله محتاج ان انا ارن الابليكيشن، فكده عمل لي الانتيتي والريبوزيتوري والداو والسيرفيسز والكنترولر كمان اتعمل زي كده بالمنظر ده. محتاجين ايه كمان؟ تعال نجرب نشوف هنعمل ايه مع مثلا محتاجين الكونفيجريشن صح. تعال ندخل على حاجه زي السورس، او قبل الكونفيجريشن تعال نروح على مثلا تيست، نعمل تيست للكلام ده كله، نعمل كلوز للكلام ده كله اللي احنا عملناه، وندخل على تيست ونيجي مثلا للكاستمر تيست. تعال نشوف مثلا حاجه زي التيست كلاس، تعال نتيست الشغل اللي احنا عملناه مثلا. تعال نقول له ايه جنريت تيست كاستمر سيرفيس تيست كلاس with مثلا with جي يونت 5 مثلا. تعال نقول له اعمل لي تيست جي يونت 5 شوف هيعمل معانا ايه. اختار طريقه التيست اللي شايفها مناسبه، وهيبدا برضو نفس الكلام امبورت بدأ خد الجيونت، وبعدين بدأ ياخد الكاستمر سيرفيس والكاستمر انتي، وعمل سبرينج بوت تيست ودي كده بيلود تحت اهو عشان يبدأ يسحب كده. وبعدين بيديني يعني تعليمات ازاي رن الكلام ده كله، بيقول لي 1 2 3 4 زي الخطوات اللي محتاجها عشان التست الكود بتاعي. تمام خلص كده، بدأ عمل لي تيست كلاس زي احنا شايفين، وعمل لي مثلا اوتوماتيك عمل لي محمد 30 سنه كايرو. هو حتى بيانات، هو عارف ان انا يعني ايه حاول يحط بياناتي. خلصت مثلا، تعال نجرب طريقه تانية في تيست مثلا. تعال نقول له مثلا هنجنريت تيست كلاس وذ الموكيتو المره دي، نقول له المره دي اعمل لي تيست بالموكيتو. بيعمل امبورت لل خلاص اللي هو محتاجها، مستعجلش عليه زي كده لان انا الانترنت هنا بياخد وقت شويه. ودلوقتي ياخد السيرفيس والريبوزيتوريز بتاعتنا اهو، وادي عامل كمان الاكستنشن، عامل واحد اسمه احمد اهو كايرو، وعامل واحد اسمه علي اليكس والكلام ده كله. عمل assertion كمان، عمل كمان ايه كمان قدرت كمان احدد طريقه التيست سواء بالموكيتو او بالجيونت بالمنظر ده. كمان عمل لي تيست كيسز وتيست كلاسز بالمنظر ده. ايه كمان هنلاقي كمان ان هو مثلا حاجه زي الكونفيجريشن. لو دخلت على الكونفيجريشن نفسها في المين سورس، دخلنا في الابلكيشن بروبرتي، وتعالى قلت له اد كل ال H2 داتابيز بروبرتيز. هقول له كمان انا لو انا مش فاكر ايه هي البروبرتي اللي محتاجها، فانا بساله هو يساعدني بالمنظر ده. طيب محتاج ايه كمان؟ محتاج اد مثلا الجي بي اي بروبرتيز. تمام تعال نشوف هيعمل ايه. راح حاطط لي كمان الجي بي اي ريبوزيتوريز نفس الكلام، انا ما كتبتش اي حاجه، انا قاعد بس بتفرج. لو محتاجين مثلا حاجة في الاكشويتر مثلا، هو راح برضو عملها لي بالمنظر ده. يبقى كمان في البروبرتي فايل كمان قدر الجيت هاب كوبايلوت تساعدني كتابة الريكوايرد ابتدى ريكوايرد بروبرتيز زي كده.
تعال نشوف حاجة تانية زي مثلا التمبلت. تعال ندخل في التمبلت ونقول له جنريت نيو مثلا HTML فايل، وهنسميه مثلا ايه اندكس مثلا. وهنا نفس الكلام، ممكن اجي هنا في الاندكس. انا راجل مش شاطر في ال HTML ولا الجافا سكريبت، فهو يساعدني كل قصة. مثلا اقول له ساعدني في كتابة الحاجة دي، هات لي مثلا اعمل لي سبرنت بوت كلاس زي كده. ماشي، راح بدأ ايه يكتبهم لي بالمنظر ده. انا مش محتاج اكتب برضو، انا مش شاطر اوي في ال CSS والبوت ستراب وكده، فنفس الكلام هيساعدني. تعال نقول له كمان اعمل لي مثلا جنريت مثلا، مش عاوز توكن، لأ انا عاوز مثلا اقول له جنريت جافا سكريبت فايل مثلا، مثلا كود تو فاليديت اليوزر انبوت مثلا. نفس الكلام، تعالى شوف هيعمل لي ايه. راح عمل جافا سكريبت فعلا، اهو عمل لي ميثود كاملة تعمل لي ايه اليوزر انبوت بالمنظر ده. ايه تاني ممكن تساعدني في ال HTML نفسه؟ تعال نقول له انا برضو مش شاطر، اعمل لي مثلا جنريت فور ماشي فورم تو جيت اليوزر انبوت. راح برضو عمل لي فورم كامله اليوزر انبوت فيها سبميت في الكلام ده كله. لو انا قلت له مثلا للكاستمر انتيتي مثلا، اعمل لي واحد للكاستمر انتيتي نفسها، عمل كده اديني الكونديشن. راح جاب لي كل كاستمر انت النيم والفون والكلام ده، وعمل لي الاتش تي ام ال فورم زي كده. فكمان سهل لي كتابه الجافا سكريبت سي اس اس الاتش تي ام ال فورم والكلام ده. انا طبعا مش محتاج ان انا اكون محترف قد ما انا محتاج ابقى عارف انا محتاج ايه بالظبط. تعال نشوف الكوبايلوت ممكن يساعدنا ازاي في كتابه الاس كيو ال كويري. نفس الكلام، هاجي مثلا هنا اقول له دي الكومنت بتاعتها، نقول له كرييت مثلا سيكوال كويري تو انسيرت ريكورد اندو كاستمر تيبل. تعال نشوف هيعمل لي ازاي ريكورد جديد، يقول لي انسيرت الريكورد هيبقى عامل ازاي بالمنظر ده. قال لي كده طبعا سيمي كولوم، قال لي كده. طيب هنفترض محتاج عايز اعرف مثلا اعمل انسيرت نيو ريكورد خلاص، لا انا عايز اعمل مثلا كريت تريجر. انا ما اعرفش اعمل تريجر ازاي في اوراكل داتا بيس. كريت احط له مثلا الكومنت اقول له كريت ان اوراكل داتا بيس تريجر تو ايه بقى تو ابديت لاست مثلا في الكاستمر تيم. تعال نشوف هيعمل ايه. قال لي كريت تريجر، وقال لي بيفور فور ايتش بيجين واند، وقال لك الستيتمنت لاست ابديت. طيب تعال نكريت واحد تاني مثلا بيقول لك عشان ابديت البرودكت تيبل، اعمل انسيرت اهو الكلام ده. طيب تعال محتاجين ايه تاني مثلا نعمل باكج مثلا نعمل ايه. المهم نقدر ايه كمان في الكومبلكس كويري ممكن انسيرت ابديت ديليت تريجر، الحاجات اللي احنا ممكن ما نعرفش نعملها كويس اوراكل او غيره او ماي سيكوال او سيكوال سيرفر كمان ممكن يساعدنا فيه. طيب يبقى في الاخر احنا عرفنا ايه في الديمو ده. عرفنا ان الكوبايلوت ساعدني ان انا بدون ما اكتب سطر كود عملت مشروع كامل من A to Z. كريت السيرفيس، الانتيتي، الريبوزيتوري، الكنترولر، بنيت ال HTML فايل، البروبرتي فايل، الديبندنسي فايل، التست فايلز. يعني انا بنيت المشروع كله من A to Z بدون ما اكتب سطر كود. انا كل دوري حاجتين، ان انا جاست بسولف البروبلم اللي عندي، والحاجة التانية ان انا كمان فاهم بطبق البيزنس لوجيك اللي انا فاهمه. مش محتاج تكون خبرة في كل الحاجات دي، مش شرط تكون خبير في الجافا والبايثون وال HTML والجافا سكريبت والسي اس اس
والسيكوال والبروبرتي واليامل فايلز. انت مش محتاج تكون يعني خبير في كل الكلام ده كله، انت جاست تكون فاهم البيزنس لوجيك وفاهم تقدر تعدل ازاي وتقدر تضيف او تحذف او تريكونفيجر الكلام ده كله. الكوبايلوت تقدر يساعدك بعد ما كتبت المشروع، يساعدك كمان تقدر تعمل تقف عليه تعمل اكسبلين زي ما شفنا، يقدر يساعدك كمان تقدر تعمل ريفاكتور وتقدر تعمل فيكس وتقدر تعمل دوكيومنتيشن للمشروع كله. اخر حاجه بص عليها في الديمو عشان برضو بالمره يبقى ايه، يبقى قفلنا الديمو ده، ان كمان ممكن اخليه جنريت الدوكيومنت كامله. وانا لو جيت هنا للتشات تعال نقول له هنا show the project structure، تعال وريني structure بتاع المشروع بتاع عامل ازاي. راح فتح لي اهو، رسم لي المشروع كامل. لو عملنا كده كبرنا الدنيا شويه، فراح قال لي خلي بالك انت عامل المشروع بتاعك structure ماشي كده، ادي الفولدر بتاعتك واسمه ستاف، وبعدين ايه ديمو كوبايلوت، عملت كاستمر وعملت كاستمر سيرفيس وعملت الديمو وعملت الابلكيشن وعملت تمبلت اسمها اندكس وعملت الاوراكل سكريبت وادي الملفات بتاعتك، وعمل لي ستراكشر المشروع كامل، فهم انا شغال ازاي. فبالتالي احنا شفنا احنا عمل لنا الدوكيومنتيشن، عمل لنا الكونفيجريشن، انا اللي حبيت اضيف سكيورتي، حبيت اضيف سواجر، حبيت اضيف اديشنال فيتشر في المشروع. الموضوع اصبح بسيط بدون سطر كود، انا اقدر اكتب المشروع كامل، كل دوري جاست افكس اكسبلين راجع وراه، ممكن اشتغل في الكومبلكس كويري او الكومبلكس ميثودز عشان اطلع المشروع بتاعي. فانا وفرت على نفسي وقت وايفورد، وان شاء الله كنت استفدته. والسلام عليكم ورحمة الله.